السلام عليكم خوت خواتات عيالات رجال. هاد الفيديو درناه بصراحة باش تشجعونا وتحفزونا باش نكملوا هاد التحدي اللي طلقت انا وحمزة بلوك ديال الدور ديال المغرب. التحدي اللي غادي نبداو بالامكانيات اللي عندنا. هاد الفكرة ديال الدور ديال المغرب انا عارفه حمقه بزاف وصعيبه شويه، ولكن من خلالها بغيت نكتسب شخصيه قويه، نشوف ناس جداد، تقاليد جداد، ثقافات، نعرف الناس، نعرف شحال من حاجه اللي كانت عندنا بها فكره خاطئه. فوق هذا الساق وكتشد الطريق كتعرف شحال من حاجة، كتاشف شحال من حاجة. غادي نبداو من كازا في الشمال، محتاجين بزاف التشجيع ديالكم والتحفيز والتحذير، حيت الفكرة غنمشيو بالستيل ديالنا حنايا وبالأفكار ديالنا حنايا. اللي بغا يشارك معنا هاد الفكرة من حبابي، اللي بغا يمشي من حبابي، ويضرب معنا طراجي صغير ويضرب معنا طراجي كبير من حبابي. اي واحد حلينا بابو او تلاقى معانا او بال فينا واحد جيست زوين نتصورو معاه ولو تصورتو في فيسبوك في يوتيوب في انستغرام باش الناس يعرفوا بلي راه باقي الناس فيهم الخير والناس باقي مزيانين.